طول بالك عليا شويه. اتفضل. دلوقتي انت مشيت من الزمالك علشان كنت عايز تلعب ماتشات اكتر. بالظبط. خلاص؟ وكان موجود شناوي وجنش، انا قلت لك ايه طول بالك عليا. بالظبط. دلوقتي انت مرحب وعايز ترجع بيتك تاني وعايز تبقى موجود في نادي الزمالك تاني. طب ما انت الزمالك فيه شناوي وفي جنش برضه وفي الشباب اللي موجود عمر ومنصف. بالظبط. ها. بص انا قعدت في الزمالك 3 سنين، انا ما كنت رحت الزمالك والكابتن عبد الواحد موجود كانت فرصتي مستحيله. طبعا. فما كنتش انا ما بامنش بالنقطه دي خالص او مش في معتقداتي خالص النقطه دي. انا عندي ان انا طول ما انا بتمرن كويس يبقى نصيبي جاي لي جاي لي او وقتي جاي لي جاي لي. صحيح. لان ساعتها في السنه دي انا لعبت في اخر السنه وخدت كاس مع ميدو ولعبت اخر ماتشات في الدوري وخدت كاس مع ميدو وبعد كده كملنا افريقيا وبعد كده كملنا الدوري الجديد. فانا مؤمن بالنقطه دي جدا، يعني انا قضيت 3 سنين كنت ممكن ازهق من بعد اول سنه او من بعد ثالث سنه او من بعد ثالث سنه، لكن لا انا النقطه دي بالنسبه لي مش مشكله لاي خطر. بس زي ما بقول لك يعني اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. ما بيقولوا بس الزمالك. بيقولوا حرام المثل ده بس يعني بالظبط كده هم بيقولوا حرام. لكن انا بس عايز اوصلها لك بطريقه اللي هو يعني نادي الزمالك يطلب لعيب كان موجود عنده او هو معتبرينه كابنه وانا معتبر نادي الزمالك ابن نادي الزمالك لازم على طول اقلب النداء حتى لو في اي مكان. والموضوع بالنسبه لي وتخش وتنافس بالظبط كده. الموضوع بالنسبه لي مش هيشكل فرق منافسه في الملعب، لا بالعكس المنافسه مع شناوي وجنش او اي حد موجود هناك منافسه شريفه جدا وانا بحبها لان احنا طبعا على علاقه بره الملعب بطريقه انت مش متخيلها. فعلا؟ جدا. الناس دايما بتحسدني يقول لك 3 حراس بيحبوا بعض ازاي مش فاهم. جنش وشناوي وانا والله بص انا يعني يمكن شناوي عشان انا قريب مني انا جدنيش ما عنديش علاقه بيه مباشره بس يعني بشكل ده في الملعب انا بحترم جدا اداؤه بس شناوي انا عارف كويس ان هو بيحب كل الناس وانه من الشخصيات النقيه وبيشتغل على نفسه كويس. هو في ميزه الحقيقه في الجيل ده بشكل عام، الجيل ده بيحب بعضه، السواد الاعظم منه او المجموعه الاكبر منه بتحب بعضه طبعا. فدي حاجه كويسه جدا يعني بالنسبه لنا حتى كمان. الموضوع اللي الواحد بيبص له في الاول وفي الاخر مش موضوع كوره، احنا هنعيش فتره صغيره في الدنيا. صحيح. فنحاول نكون مبسوطين بيها. صحيح.